بالنسبه للقطاع اللي كنمارسو فيه حنا كقطاع النقل، حنا عندنا عده اكراهات. هاد العامين اللي جات هاد الجائحه ديال كوفيد 19، الله يرفع هاد الوباء على المغرب وعلى جميع البلدان، بانه هاد الحافلات كيخلصوا عده ديال الضرائب، منهم ضريبه الدخل وضريبه الوقوف والتامين. فاذا بنا تفاجئنا بهاد الحكومه كتقول بانه هاد الوسائل ديال النقل تهز 50%. حنا دابا لبينا الطلب للدوله، وحنا مواطنين ومغاربه، ما غاديش يمكن لينا نبغيو المواطن المغربي ولا هذا باش يتقاس بهذا المرض، ولكن هاد الدوله خصها تراعي لهذا القطاع. واش حنا دابا الكار تيخلص 5 مليون ديال لاسورانس، 54 بلاصه كيسوري وكيهز 25 بلاصه، وهاد الدوله ما راعاتش لهاد النقال باش تقول ليه باش دوي مع الماليه، باش الماليه تدوي مع هاد الناس ديال لاسورانس باش يقطعوا غير 25 بلاصه، وهاديك 25 بلاصه يستافد منها هاد النقال. فاذا بنا حنا دابا كنمشيو نسوريو فهاد الجائحه وكيقول لك لا حنا كنعرفو نسوريو الكار كامل، اودي حنا ما كنهزوش الكار كامل، راه عندنا واحد القرار اللي هي خرجت به الحكومه ديال 50%، خصنا نستافدو حتى حنا من هاد 50%. ما كاينش شي واحد اللي استجب لينا لهذا الشيء. لوطوروت تنخلصوها 100%، الضريبه 100%، المازوت 100%، حتى حاجه ما عاونتنا بها حنا الدوله. وحنا كقطاع دابا حنا كنتخاصموا مع المواطن، حنا ملي داروا لنا 50% وكنهزوا هاد البلاصه مدوبله، اذن شكون اللي كيخلص هاد الفاتوره؟ كيخلصها المواطن المغربي، وحنا ضد هاد الفكره. حنا داك المواطن المغربي ما بغيناش يخلص هاد الفاتوره، لان داك المواطن المغربي حنا هاد الحافلات ديال النقل العمومي كيهزوا الناس للضعفاء، ما كيهزوش الناس اللي هما لاباس عليهم. اللي لاباس عليهم راه عندهم السيارات ديالهم وعندهم 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 وعندهم. حنا داك المواطن ما بيناش يتهلك بهاد التهلوكه، وكنطلبوا من هاد الحكومه اللي جايه مستقبلا باش تراعي وتشوف بعين الاعتبار لهاد المواطن، اللي المواطن راه لا حول ولا قوه له. وحنا دابا حنا اللي في الواجهه هاد الناقلين، هذاك المواطن ما كيشوف لا حكومه لا كوفيد لا حتى واحد، كيشوف هذاك الناقل هو اللي عدو ديالو، هو اللي كيزيد عليه، هو اللي كيدير ليه، وما عرفش هاد لي شارج اللي عند هاد النقال بانه هو كيهزو كاع بهذا الدوبل ما مخرجوش هاد الشيء. بالنسبه للانتظارات ديالنا من الحكومه المقبله وعلى الاخص وزير التجهيز والنقل ووزير الماليه، فهو يشوف من الحاله ديال هذا القطاع فين وصلت، خصوصا في ظل دفتر التحملات المتعلق بجائحه كورونا اللي حنا ماشي ضده، وحنا ماشي ضد السلامه الصحيه ديال جميع المواطنين، لكن بما يتلائم مع الوضعيه ديالنا ومعادله وعاء المداخل مع وعاء المصاريف. اليوم حنا كنعرفوا بان الكار ما كيتحركش فابور، الا جينا مثلا للتحركات ديال الحافله اللي بالنسبه غير للمحروقات بوحدها ما كتحركش فابور، كتحرك بواحد 350 حتى 400 درهم في 100 كيلومتر، اللي كنقولوا 35% 36% ديال لا كونسوماسيون ديال الكاربيرون، يعني راه بين 350 و 400 درهم. زيد على هذا لامورتيسمون دي بنو اللي كتمشي فيها تقريبا حتى لواحد 300 درهم في 1000 كيلومتر، زيد فيها لامورتيسمون ديال لو بغيفيون اللي هو الزيت الفيدونج اللي تقريبا واحد 600 درهم في 100 كيلومتر، زيد ديك الفيدونج ديال 100000 كيلومتر اللي الا قسمناه حتى هو كيعطينا واحد 200 درهم على كل 1000 كيلومتر، زيد لي فري ديال لي زوتوغوت، لي بون سورتي ديال لي كاغوتيغ، لامورتيسمون ديال الكار اللي كنعرفوا الكار ان كيوصل الثمن ديالو حتى ل 3 مليون و 500000 درهم الا بيموت لنا الكار في 10 سنين باش نفرقوا هاد، اللي كنزيدوا عليها لي ريباراسيون واحد العدد ديال لي بيسي كيموتوا فيه راه كيوصل لنا هذا الكار في 10 سنين كيوصل لنا 5 مليون ديال الدرهم، يعني واحد 50 مليون في العام الا فرقنا، يعني واحد العدد كبير ديال الصوائر. اليوم الناقل كيخدم على هاد ملي كتجي المناسبات ديال العطل او مناسبات ديال الاعياد فقط لاجل باش يسدد الديون اللي عليه في الاوقات ديال كيف كنقولوا لا سيزون مورت، اللي كيعرف كيهز فيها واحد العدد ديال الديون خصو باش يعاود يريكيبيريها. فاذا بينا حنا جينا اليوم العطله ديال العيد الكبير والعطله ديال الصيف ولقينا روسنا ما خدامينش،
لقينا راسنا هزينا ديون اخرى. ملي كنجيو لهاد 50% واحد العدد كبير ديال المواطنين اللي هذا هو راس مالنا الحقيقي اللي فقدنا الثقه ديالهم كيقول لك زادوا علينا، حنا ما زدناش عليهم في الحقيقه. الا جاي يحسب هذه لا عمليه حسابيه راه ما زدنا عليهم والو. بالنسبه اضافه لبعض الاكراهات اخرى، هو ان هذا القطاع ديال نقل المسافرين ما عرفتش علاش تتغاضى الجهات المسؤوله في الحكومه عليه. ما كانتش بعض اللقاءات والحوارات اللي هي رسميه ومؤكده مع الجهات المسؤوله، مع الجامعات او الجمعيات جهويه، باش يتصنتوا ويوصلوا لهم هذا المجتمع المدني، ويوصل لهم المعاناه والاكراهات التي يعيشها هذا القطاع. ما كانش هذا التواصل هذا، ولهذا هذا القطاع هذا ديال نقل المسافرين فهو راه مضرور ضرر حاد، وهما على ابواب الافلاس. اقولها وتحمل مسؤوليتي، على ابواب الافلاس نظرا لعدم دعم في اي حاجه اللي تتربط هذا القطاع به. ما كاينش دعم في الغازوار، ما كاينش دعم في القطاع الغيار، وقطاع الغيار اقول وتحمل مسؤوليتي انه رديء. قطاع الغيار رديء، تيدخل البياس اللي هو ماشي في المستوى، تيدخلوا البنوات اللي هما ماشي في المستوى، تيدخل الدجاج اللي ما هو في المستوى. قطاع الغيار بالنسبه ككل كله ما كاينش قطاع غيار اللي هو في المستوى اللي يضمن السلامه ديال الحافله. وإلا تضمنت السلامه ديال الحافله في نفس الوقت اوتوماتيك مورات تضمن السلامه ديال المسافرين وديال المواطنين. ولهذا الله يجزيهم بخير، يكون واحد الالتفاته، واحد الالتفاته اللي تكون حامله واحد المردوديه لهاد الناقل هذا، باش حتى هو يتحفز وباش حتى هو يهيكل واعاده هيكله هاد الحافله ديالو، واعاده هيكله راس ماله، واعاده هيكله نظرته لهذا القطاع هذا، ويتشجع باش يشوف فيه ما هو ابعد بنظره ايجابيه